خاص يعطيونا لا دعم لا حتى شي حاجه، يديروا لنا واحد بومبه خاصه في الستاسيون، ينقصوا علينا الثمن ديال المازوت ونعودوا نمشيو، ما نقولوا لا مول الطوموبيل لا مول الطوموبيل، حتى واحد ما نهضروا معاه والو. سي عبد اللطيف، الحكومه قررت دير واحد الدعم استثنائي جديد بالنسبه للمهنيين النقل الطرقي واصحاب طاقه تهتم من مهنيين النقل الطرقي، كيفاش تفاعلتوا مع هذا القرار؟ بالنسبه للقرار اللي كان هو كان في البدايه ديالو كان واحد الترحيب به، لان غتكون واحد الاعانه للسائق المزاول، ولكن للاسف في نهايه المطاف كنلقاو كاين واحد النسبه ولا غنقولوا واحد الاغلبيه ديال السائقين ما استفدوش من هذا، بالعكس كاين اللي تشرد كاع من العمل ديالو اللي كيطالب مثلا المستغل بهذه الاعانه هذه، هذا من جهه. بجهه ثانيه ما وصلش لهذاك الهدف اللي بغينا، هو الاستفاده ديال السائق المزاول اللي كيمارس باش يكون هذه الاستفاده، زياده على اللي كيبان بان هذا الدعم اللي كان زعما ضئيل مقارنه مع هذا الشيء اللي كاين، لان ما كاينش غير المازوط اللي تزاد، راه تزاد في كل شيء، لا في الزيت ديال السياره ولا في البلاكيت ولا في بياس روشونج، دونك مقارنه مع هذا الدخل ما بقاش هو هذاك، زياده على الدخل ديال العمل، الانسان كيشتغل ما بقاش كيدخل هذاك الشيء اللي كان كيدخل، نظرا للظروف ديال كورونا، وبقى الوقت كنقولوا حنا ماشي هي هذيك، دونك ما هذا الدعم راه ما وصلش الهدف ديالو، وماشي عالج المشكل، إلا بغيت تقول كاع أنا غنوصل كاع لهذ الكلمة ديال بحال حلول ترقيعية بالنسبة للحكومة، حلول ترقيعية، لأن غتعطيني الدعم، واش كاين واحد الاستمرارية في الدعم شهريا، ولا غادا تبقى غير المدة هذه من الأولى والثانية، دونك هذا هو المشكل الكبير اللي كاين دابا. يعني أنتم بالنسبة لكم هذاك الدعم ما غاديش يحل المشاكل ديالكم اللي تتعانيوا منها؟ لا ما غاديش يحل المشكل، لأن ما أول حاجة قلت لك ما وصلش للهدف ديالو، الهدف ديالو ما وصلش ليه، المبتغى اللي كانوا علاش خرج الدعم ديال ذاك السائق المزاول، راه كما قلت لك راه كاين الناس اللي تشردت، كاين الناس اللي مابقاش خدامة اللي طالب الدعم ديالو، وكاين واحد النوع اللي ما خداش كاع وباقي، كاين مازال كاين البوابات اللي باقي بعض الاخوان ما خداوش كاع حتى الدعم الاول، دابا هو مقترحين الدعم الثاني، ولكن راه باقي كاين الاخوان اللي الدعم الاول ما دخلش، زياده على الغلاء ديال المعيشه، راه الانسان ماشي كيما قلت لك على البياس روشونج والزيت وهذا، راه تزاد على السائق المهني في الزيت ديال الطياب في الخضره في اللحم في الحوت، كل شيء هذا الشيء ما بقاش زعما هذاك المهم من هذا الشيء، وهو بان هذا الدعم ما سدش هذا المشكل اللي تطرح. دابا الحكومه دير واحد الدعم اخر، يعني شنو الاقتراحات ديالك باش ما نطيحوش في الاقتراحات ديالي انا ما خاص يعطيونا لا دعم لا حتى شي حاجه، يديروا لنا واحد بومبه خاصه في الستاسيون، ينقصوا علينا الثمن ديال المازوت ونعودوا نمشيو، ما نقولوا لا مول الطوموبيل لا مول الطوموبيل، حتى واحد ما نهضروا معاه ما والو، نمشي للستاسيون مثلا الستاسيون دابا المازوت ديال 14 درهم و20 يقدر يديروا لنا حنا ب 8 درهم ولا ب 9 درهم، ماشي حنا الطاكسي، كاع وسائل النقل كامله اللي كيجيب الخضره ولا كار ولا رموك ولا اي حاجه اللي خدام بالبترول خاصو يتنقص عليه، الدري غير بومبا في الستاسيون يجي هادو كيديروا بهذا الثمن هذا، شحال من واحد ما ولاو كيلبسوا الصبابط ولبسوا الجلالب ويتفلعسوا كيديروا علاش على ظهر الشيفور اش كيدي؟ كيدي العافيه النار ديال داك السيد رزق داك السيد كيديه وكيتصرفوا عليه، ولو كان غير الدوله عجلات قالت لك لا السائق المهني غادي يمشي غادي يجيب واحد الورقه ديال شوف بانه راه كيبوانتي في البيرو، بحالي انا 31 سنه عندي ورقه ديالها مشي انا لراسي ما يدوزوش مول الطونوبيل، ومول الطونوبيل راه عاطينو لتحت دايرين لتحت قالوا لي شوف راه تكون شي حاجه ديال الدم ديال الدعم ديال السائق هو اللي غادي ياخذ كيسيني عليها، ما دار شيء خاص داك الشيفور يمشي يديكلاري به ياخذ ورقه البونتاج بانه خدام في الطاكسي وغادي يمشي ويديكلاري به وقفوا ليه الطونوبيل، ولكن شي شيفور مساكن كيحصار مو دوك الناس وكيدعيهم لله وراه العاقبه مازال غادي تبان ان شاء الله. الناس اللي اقترحوا باش يكون هذا الدعم هذا وخرجوه يعني كنا تنشوفوا بانهم تنشوفوا مصلحه السائق، ولكن السائق راه ما شافوش لان هذاك الصومه اللي خرجوا راه ماشي ما كافياش لهذاك السائق، السائق راه ضر من جميع الجهات، يعني ان الدخل اللي كانت تدخله السائق راه ماشي هو اللي ولا يدخل دابا، راه نفسه الترام نفسه البيوت ديك الخدمه اللي كانت راه ماشي هي اللي كاينه دابا، وتصور الانسان انه دابا كان تيدخل بواحد القدر مثلا نعطيك انا اكزوم كان تيخرج 150 درهم وتقدو تيشري زويته يشري الحيمه يشري، ولكن دابا راه دابا راه ولا تيدخل ب 30 درهم 40 درهم والموضوع غالي وكل شيء غالي، هاد الناس اللي بيخرجوا الدعم يشوفوا مصلحه السائق ويشوفوا ماشي يخرجوا على حساب الكوز وعلى حساب المعيشه ديالو، واش باقي تيقدر يمشي معاها ولا ما تيقدرش؟
هادشي ماشي تخرجوا لي تقول لي ان المازوت انت زيد ناقص راك زدتي عليا واحد 75 درهم في النهار، وكاين الطوموبيل اللي ما مريكلاش راه زيد عليها اكثر من 100 درهم في النهار، تتخليني تندخل الدار انا ب 60 درهم وكل واحد ارى ما عندي باش نخلص كرام لا ما لا ضو. هذا راه مشكل، هذا الا بغيت تخرج لي دعم وتعاونني بحال اللي تيديروا الناس برا وشوف اشنو وليت شوف كيفاش خاصني نمشي مع الوقت حتى ندخل انا وشحال يقدني في الشهر وعوضني، ماشي تعودني بجوج فرانك وتقول لي سير راك. اما بالنسبه ان الشيفور تياخذ الاغلبيه ديال الشيفورات خداو من عند الناس اللي معاهم اللي خدامين معاهم، خداو عطاهم حقهم ديالهم، اللي خدام مع شي واحد راه يتحمل مسؤوليته راه عطاه، الا خدم مع شهر راه من حقه يعطيه، والا ما خدمش معاه راه ماشي، لان دابا هما حسبوا ان المازوت تيدخل 70 درهم في النهار كير ماشي هذا هو الحل.